المعارك تتواصل وتحتدم على جبهات عدة في أوكرانيا، ففي باخموت قتال ضار في الشوارع. أما لاعب الأهم في معركة باخموت وهو مجموعة فاغنر الروسية، فقال رئيسها يفغيني بريغوجين إنه تلقى وعدا بالحصول على ذخائر وأسلحة لمواصلة القتال في مدينة باخموت، ردا على شكواه من عدم تلقيه أي ذخيرة إضافية من موسكو. يأتي ذلك بعد تأكيده سيطرة قواته على 95% من المدينة، كما أعلن أن القوات المسلحة الأوكرانية فجرت في باخموت عدة مبان في منطقة تمركزها، مشيرا في نفس الوقت لاستعداده لتسليم المواقع في مدينة أرتيموفسك أو باخموت إلى القوات الشيشانية في منتصف ليل 10 مايو، تلبية لاقتراح رئيس الشيشان رمضان قديروف الذي أكد أن قواته مستعدة للتوجه إلى باخموت. ليس في باخموت فقط تدور الحرب، ففي جبهات عدة تؤكد روسيا أن القوات الأوكرانية عززت تحصيناتها وتنشر صوراً لمراقبتهم واستهدافهم بمسيرات تابعة لها. المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أكد أن قوات كييف قصفت مقاطعتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونياتسك وأطلقت 7 قذائف من عيار ناتو 155 ملم. المتحدث باسم مجموعة دنيبر العسكرية الروسية أليكسي روليف قال إن المدفعية الروسية دمرت مستودع أسلحة للواء أوكراني. وفي المقابل أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها صدت 50 هجوما روسيا على باخموت وأماكن أخرى في دونياتسك بما في ذلك مارينكا وأفدييفكا، وإن موسكو شنت 7 ضربات بطائرات مسيرة على كييف، لكن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرتها. زاباروجيا بدورها تشارك بأحد أهم التطورات الميدانية اللافتة في يوميات الحرب الأوكرانية، مع ما يتحدث عنه مسؤولون أوكرانيون من إخلاء تنفذه القوات الروسية والموالون لها لبلدات ومناطق فيها. وفي خيرسون تترقب روسيا هجوماً أوكرانياً مضاداً وتعزز قواتها فيها، لا سيما عقب توظيف أوكرانيا للمرة الأولى منظومة باتريوت الأمريكية في إسقاط صاروخ كانجا للروسي فرط الصوتي، في تطور يلفت انتباه موسكو ويثير حفيظتها لتأثير الإمدادات الغربية على مسار عملياتها العسكرية في أوكرانيا.